Want to welcome Pastor Philippe. He'll be sharing the word of God with us tonight. What a privilege it is to be here this evening once again. أنا فرحان أكون معكم النهاردة مرة ثانية. And this evening we praise Jesus Christ. هذا المساء إحنا بنمجد يسوع المسيح. We glorify Him. إحنا بنمجده. We have accepted Him as our Lord and Savior. إحنا قبلناه كمخلص لحياتنا. As our Savior, He has redeemed us. هو فدانا لأنه هو مخلصنا. As our Lord, we are hungry to do His will. هو لأنه ربنا هو الرب بتاعنا إحنا جعانين إن إحنا نعمل مشيئته في حياتنا. To expand His kingdom. علشان امتداد ملكوته. And in everything we do. في كل حاجة بنعملها. That He can be glorified. لازم يسوع يتمجد. That He can be worshipped. يعبد. That He can be known. ويعرف أيضا. Hallelujah. Hallelujah. So today, what a blessing it is for us to be here together. إحنا نهار مباركين جدا إن إحنا نكون مع بعض الليلة دي. I do not take for granted the opportunity of being here with you. أنا مش بستهين بالفرصة اللي أنا بكون فيها معاكم النهاردة. And I'm so grateful for this trip. وأنا ممتن جدا لهذه الكنيسة. The times that we're living in. في هذه الأوقات التي نعيشها. This church has great significance. الكنيسة لها دور خاص. In this city. في هذه المدينة. In this province. في هذه المحافظة. Each one of you who come from an Arab country. كل واحد منكم جاي من دولة عربية. From an Arab family. من عائلة عربية. And who profess Jesus Christ as Lord and Savior. وبيعرف المسيح كرب ومخلص. My prayer is that the Holy Spirit will empower you. صلاتي إن الروح القدس يقوي كل واحد فينا. That you will give more of yourselves to sharing Jesus Christ. أن تعطي من قلبك علشان تشارك يسوع المسيح مع الناس. We need some evangelists who are fluent in Arabic. إحنا عايزين مبشرين بيتكلموا باللغة العربية. We need more ministers, women and men of God who are fluent in Arabic. عايزين ناس خدام المسيح من سيدات ورجال عشان يبشروا باسم يسوع. For this great work before us. لأن هناك عمل عظيم أمامنا. But it will be costly. بس هو سيكون مكلف. It will take dedication. لازم يكون في تكريس. It will take commitment. ولازم التزام. A commitment to Christ's kingdom. التزام لملكوت المسيح. A commitment to His word. التزام بكلمته. And His word alone. وفقط كلمة الله. A desire to be filled with the Holy Spirit. شهوة في قلوبنا أن نمتلئ بالروح القدس. A desire for consecrated, a separated life. شهوة أن نتقدس وأن ننفصل عن هذا العالم لكي نكون مقدسين فيه. I am anxious to meet more Arab evangelists. أنا نفسي أقابل عرب مبشرين أكثر وأكثر. And in the last two years, في السنتين اللي فاتوا, I have met a few of them already. أنا قابلت البعض منهم فعلاً. Pastor Imad being one of them. واحد منهم هو أنا. And I praise the Lord. أنا أمجد الرب. And when I come here, I see evangelists sitting in these pews. أنا لما أشوفكم هنا بشوف مش بس ناس قاعدين لكن مبشرين بالمسيح قاعدين. Who have had a true encounter with the Savior. هم فعلا خدوا خلاص حقيقي من الرب. Hallelujah. Hallelujah. How wonderful that is. هذا شيء عظيم جدا. Let's go to Luke chapter 19. لوقا إصحاح 19. Verse 41. 41. Actually verse 28. ولما قال هذا تقدم صاعرا إلى أورشليم وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا اذهبا إلى القرية التي أمامكما وحين تدخلان تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتيا به وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولوا هكذا أن الرب محتاج إليه فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان الجحش فقال الرب محتاج إليه
وأتى به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قربوا عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجامعة فقال له: يا معلم، انتهى تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. آمين. آمين. This scenario was not new to Jews or Gentiles. هذا الذي حدث لم يكن شيء جديد على اليهود أو على الأمم. They have seen similar processions. They have seen similar leaders coming into town. هم شافوا قبل كده قوات أتيين للمدينة. But in this case, it is Jesus Christ. لكن في هذه الحالة كان يسوع المسيح. It is the Son of God, the Messiah. هو ابن الله المسيح. And we see that this is fulfillment of prophecy. وهذا نجد أنه تحقيق لنبوة. In Zechariah chapter 9, verse 9, it says. في زكريا. Zechariah 9:9. زكريا 9:9. It says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion." ابتهجي جدا جدا يا ابنة صهيون. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. اهتفي يا بنت أورشليم. Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he. هو ذا ملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصور. Humble and mounted on a donkey, on a coach, the foal of a donkey. وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. And when we see in the Gospels, like we have just read from the Gospel of Luke, ولما نرى زي ما شفنا في إنجيل لوقا, this prophecy is being fulfilled. هذه النبوءة تحققت. The interesting thing is that this has happened already in Jerusalem, in Rome, in empires, in kingdoms of that time. هما في بيعتقدوا أن هذا تحقق أيام الرومان فعلا. History teaches us when generals and kings would come back from war. لما يجوا جنرالات الحرب جايين من حرب بيكون لهم استقبال شعب مثل هذا. They would come in their beautiful high horses. بيجوا على حصانة كبيرة وشكلها حلو. There's nothing as beautiful as an Arab horse. طبعا مفيش أحسن من الحصان الفارس العربي. With big swords and ornaments in both in the horse and also in the generals in the soldier. ومنظر الهورس الجميل المكيد والجنرال نفسه اللي هو قائد الحرب وهو لابس ملابس بهية. And with their chest puffed up. وصدرهم منفوخ. They would show off the spoils of war. هو بيشوفوا بيوروا الناس مخلفات الحرب. They would come announcing victory. بيجوا عشان يعملوا انتصار. Having with them the gold and silver from the enemy. معهم الغنائم من الفضة والذهب من أعدائهم. And in some cases slaves they would bring as well. وساعات يأتوا كمان بعبيد معهم. Animals and so on. ويجوا معهم حيوانات وأشياء كثيرة. And the people would come and they would shout victory, victory. والناس تيجي عمالة تقول انتصار انتصار. And they would lay their clothes down as if symbolizing like a red carpet. وساعات يرموا هدومهم على الأرض ملابسهم على الأرض كأنها يعني بيفرشوا السجادة الحمراء. And these Caesars, these kings, these generals. وهؤلاء الملوك والقوات والقياصرة. Come with their politics as well. وهم يأتوا بسياستهم أيضا. See, we have done justice. إحنا عملنا عدل. We have expanded the kingdom. إحنا عملنا امتداد لملكوتنا، ملكوتنا وسع. We have conquered more power. إحنا خدنا أكثر قوة من الأول. We have become established. إحنا تأسسنا كمملكة. We have stepped on our enemies. إحنا دوسنا على أعدائنا. And on and on and on. وهكذا تستمر. But now we see Jesus Christ. لكن نشوف الرب يسوع المسيح. He sends his disciples forward. هو أولا أرسل تلاميذه أولا.
He instructs them to go find a young colt. هيلاقوا جحش صغير. And they would tell the owners that they need a colt. وهيقول لصاحب الجحش ان الرب محتاج له. And so that happened. وده فعلا حصل. And in verse 36 it says. وعدد 36 بيقول. Oh, actually verse 34 it says. عدد 34 بيقول. And they said, the Lord has need for it. فقال الرب محتاج إليه. And they brought it to Jesus. وأتي به إلى يسوع. Throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع. And as he rode along, وفهما سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. As he rode along. Verse 36. And as he rode along, they spread their cloaks on the road. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. And he was drawing near. ولما قرب. Already on the way to the Mount of Olives. عند منحدر جبل الزيتون. And the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all mighty works that they had seen. كل جمهور التلاميذ ابتدوا يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات أو المعجزات اللي هم شافوها. They have seen the works of God. هم شافوا أعمال الرب. They have seen the works of Jesus Christ. شافوا أعمال يسوع المسيح. They have seen his power. شافوا قوته. Just a few moments ago he forgave a tax collector. من شوية صغيرين كان غفر لواحد من عشار من جبل طرايب. He gave life to a dead man called Lazarus. أقام العازر من الموت. They have witnessed the power of Jesus Christ. شاهدوا قوة الرب يسوع المسيح. They have witnessed his authority. شاهدوا سلطان يسوع المسيح. They got a feeling of his kingdom. ابتدوا يشعروا بمملكته. And the triumphant entry is that Jesus coming into Jerusalem on what we know as Palm Sunday. وهذا الدخول المنتصر بتاع الرب يسوع ده اللي احنا بنسميه أحد السعف. This was the Sunday before crucifixion. ده كان الأحد اللي قبل الصليب. And it's the story of the triumphant entry. وقصة دخول المسيح بالانتصار appears in the four gospels. موجودة في الأناجيل الأربعة. And it becomes very clear. وكان واضح جدا. That this was a very significant event. أن لها معنى مهم جدا. Not only to the people of Jesus' day. مش بس أيام يسوع المسيح. But to people throughout Christian history. لكن المسيحيين على مدى التاريخ. We celebrate Palm Sunday to remember that momentous occasion. احنا كل احد كل سنه بنحتفل باحد الزعف بهذه المناسبه. And so the people hail and they praise him as king who comes in the name of the Lord. هم سبحوه وعظموه كالملك الاتي باسم الرب. And as he rode to the people. ولما شاف الناس. He went to the temple. راح الهيكل. Where he taught the people. علم في الهيكل. He healed them. شفاهم. And he drove away the money exchangers from the temple. وأخرج الناس من اللي بيعملوا الصيارفة من الهيكل. The merchants. والتجار. Who has made the house of the Father a den of thieves. الذين جعلوا من بيت الله مغارة للصوص. And he said. وهو قال the house of my father بيت أبي should be a house of prayer ينبغي أن يكون بيت الصلاة. So before and after Jesus is introducing them to his kingdom. قبل الحدث ده وبعده كان المسيح بيوريهم معنى مملكته. But let's go back for a little bit. عايزين نرجع بالزمن ورا شوية. So Jesus is going into Jerusalem. المسيح رايح لأورشليم. They're cutting palm trees. وعمالين يقطعوا palm leaves. وعمالين يقطعوا سعف النخل. Throwing it in the floor.
عمال يرموها على الأرض. It was actually something common in that time. كانوا الحاجات دي كانت مشهورة لما بيعملوها كاحتفال في هذا الوقت. People were throwing their own clothes in the ground. ساعات الناس ترمي حتى ملابسها الخاصة على الأرض. Maybe this will be the king. هما اعتقدوا ان ممكن هذا يكون هو الملك. Who will give us prophet? هو اللي يعطينا نبي. Who will relieve us from the bondage of Rome? هو اللي هيخلصنا من سلطان الرومان. Who will govern over the empire? هو اللي هيحكم على كل الإمبراطورية. Who will give us freedom again? هو اللي هيحررنا مرة تانية. Who will come as a strong general? هو اللي هيجي كقائد قوي. Like David was. زي داود النبي. And give us victory. ويعطينا انتصار. The truth is. الحقيقة هي. And how triumphant was really his entry? إزاي دخوله كان منتصر بأي طريقة؟ Many of the Jews and Gentiles and Pharisees were there present. كثير من اليهود والكتبة والفريسيين كانوا موجودين. They were looking after and they were desiring an earthly king. كانوا عايزين بيدوروا على مملكة أرضية. But what God, Jesus, was presenting to them. لكن المسيح كان بيقدم لهم It was a different kingdom. مملكة مختلفة. It was a heavenly kingdom. أنها مملكة من السماوات. In this heavenly kingdom, وهذه مملكة السماوات He would reign forever. حيملك فيها إلى الأبد. But yes, not even his disciples were understanding this. لكن حتى التلاميذ لم يفهموا هذا. Actually, only after the resurrection that they started to understand these things that already had happened. فقط بعد القيامة ابتدوا يفهموا معنى مملكة المسيح. And the disciples began to rejoice as he was walking in. والتلاميذ ابتدوا يفرحوا المسيح داخل. And praising God in a loud voice. وكانوا بيسبحوا الله بصوت عظيم. For all the mighty works they have seen. بسبب المعجزات العظيمة التي رأوها. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. مبارك الآتي باسم الرب. Peace in heaven and glory in the highest. سلام في الأعالي ومجد في بالضبط. مجد سلام في السماء ومجد في الأعالي. This is an interesting statement. هذه يعني جملة مفيدة جدا. And it's a true statement. وهي حقيقة. That there will be peace in heaven. هيكون في سلام في السماء. But peace would not come to Israel at that time. لكن السلام لن يأتي لإسرائيل في هذا الوقت. They said something that they did not really understand. هم قالوا حاجة لكن في الحقيقة ما فهموهاش. They might have been thinking that the Messiah has come and he will take over the throne of David. هم كانوا بيعتقدوا ان المسيح لما يجي هياخد نفس مملكة داود. And some of the Pharisees in the crowd said to him, بعض الفريسيين قالوا له, Teacher, rebuke your disciples. يا معلم انتهر تلاميذك. And he answered to them. وقال لهم, Jesus said, I tell you, أنا بقول لكم, if these were silent, لو هم صمتوا, the very stones would cry out. أن الحجارة ستصرخ. The Pharisees, they studied the law. الفارسيين درسوا الشريعة. They studied the word of God. درسوا كلمة الله. They should be the number one to understand what was happening. كان المفروض هم أول ناس يفهموا إيه اللي بيحصل. But they did not. لكنهم ما فهموش. And the truth is. الحقيقة هي. That they were so puffed up. إن هم كانوا منتفخين ومرتفعين. That they were useless. لا في الحقيقة كان ليس لهم فائدة. They were useless. ليس لهم فائدة. They knew a lot. هم عندهم معرفة عظيمة. But their hearts were in the wrong place. لكن قلبهم في المكان الخطأ. The people wanted a lot. الناس عايزين كتير. But they wanted nothing that Christ had come to give. لكنهم لم يريدوا ان المسيح جاي علشان يعطيه، ارادوا شيء اخر. And even his disciples at this time. حتى تلاميذه في هذا الوقت. Had not truly understood what was going on. ما كانوش فاهمين اللي بيحصل. Did they not understand and relate this occasion to the prophecy. ما كانوش قادرين حتى يطبقوا هذا اللي حدث
على النبوة بتاع زكريا. They did not remember the prophecy of Zechariah. ما قدروش يتذكروا النبوة بتاع زكريا. This is proof that they also did not understand. هذا هو دليل على أنهم هم أيضا لم يفهموا. We are now in Easter time. نحن الآن بنحتفل بعيد القيامة. Truly, what a wonderful time it is to be in church. هو في الحقيقة وقت عظيم أن نكون في الكنيسة في هذا الوقت. And even today we have the Lord's Supper. والنهاردة هيكون عندنا عشاء رباني أو المناولة. We will be surely partaking in the bread. هنكون بنشارك في الخبز. That symbolizes what happened just a few days after his triumphant entry. وهذا اللي حدث بعد أيام قليلة من دخول المسيح المنتصر إلى أورشليم. And this evening. هذا المساء. You have a decision to make. أنت ينبغي أن تأخذ قرارات. Let us think a little bit. خلينا نفكر شوية. With which one of these groups do we fit the most? Which one? Of these groups do we fit the most? من أنهي مجموعة إحنا بننتمي؟ Are we perhaps fitting the most with the Pharisees? هل إحنا مع الفريسيين؟ They were religious. هم كانوا متدينين. Oh, they were so ritualistic. كانوا يعرفوا كل حاجة بالنسبة للتقاليد والعادات والتقاليد. They followed traditions. كانوا يتبعوا التقاليد. But many of them only showed up in church. لكن كثير منهم جاءوا إلى الكنيسة. During Easter, during Passover. أيام عيد الفصح. Isn't it interesting that many times we know believers? مش حاجة عجيبة جدا إن إحنا نشوف إن في believers مؤمنين who only show up in church during Christmas and Easter. اللي بيجوا فقط أيام الأعياد، أيام الكريسماس وأيام عيد القيامة. Their hearts are on the wrong thing. قلوبهم ليس على الشيء الصحيح. Are we perhaps more identified as a crowd? هل إحنا عبارة عن بس جمهور؟ The crowd wanted work. الجمهور عايز يشوف عمل. Profitable work. عايزين يشوفوا أرباح. They don't want to suffer anymore. مش عايزين يعانوا. They wanted a strong economy. عايزين اقتصاد قوي. They wanted political freedom. عايزين حرية سياسية. They wanted a king to come up to govern over them. عايزين إن الملك دوت يحكمهم. They wanted the right to have their own patch of land. عايزين حقهم في الاستقلال. Let us think. خلينا نفكر. These are all earthly things. هذه الأشياء كلها أرضية. A patch of land will pass. حتى الأرض البشرية كلها تمشي. A good job will pass. الوظيفة ستزول. Freedom will also pass. حتى الحرية السياسية أيضا ستزول في يوم من الأيام. In this world. في هذا العالم. Because governments are always changing. لأن الحكومات تتغير كل الوقت. It doesn't matter how much we try to provoke peace in the world as the world is now. مش مهم قد إيه إحنا عايزين نخلي فيه يعني سلام في العالم. And we should. مفروض إن إحنا ندعي بالسلام على مستوى العالم. But because of wickedness in the man's heart. لكن بسبب الشر الذي في قلوب الناس. Peace will always come and go. السلام سيأتي أحياناً ويذهب أحياناً أخرى. So my question is, what has brought you here this evening? أنا بسألك النهاردة إيه اللي جابك الكنيسة في هذه الليلة؟ Was it what you want? هل أنت عشان تعايز حاجة؟ Was it what you require? أنت حاجة بتسأل عايزها؟ Was it what you think you are entitled to have? هل أنت بقول أنا أستحق أشياء معينة وجاي أخدها؟ Or have we come here? ولا احنا جينا هنا. Conscience of the kingdom of Jesus Christ. بنفكر في مملكة يسوع المسيح. And we come here to worship him. وجايين هنا عشان نعبده. And we have come here as living sacrifices to offer him service. جايين هنا كذبائح حية عشان تعطي له الخدمة التي يستحقها. Worship and praise. أن نحن نعبد ونسبح. Knowing that this life will pass. هذه الأرض ستمضي. A good economy will pass. حتى الاقتصاد القوي سيزول. But Jesus Christ remains reigning forever. لكن المسيح
المسيح سيملك إلى الأبد. So when I have a good job, I praise Jesus. لما يكون عندي وظيفة كويسة أنا بسبح الرب. When I have lost my job, I will still praise Jesus. حتى لو فقدت وظيفتي أيضا سأمجد الرب. People who do this. الناس اللي بتعمل كده. Are people who understand His kingdom. دول الناس اللي بيعملوا كده بيفهموا المعنى الحقيقي لملكوت الله. We see the disciples were being secure at this time. التلاميذ ما كانوش حاسين بأمان في هذا الوقت. They knew Jesus was the Messiah. كانوا عارفين إن المسيح هو إن يسوع هو المسيح. But they had not yet understood everything. لكن لسه ما فهموش كل حاجة. They needed power. هما كانوا عايزين قوة. They needed authority. عايزين سلطان. They needed their eyes to be open. عايزين عينهم تتفتح. To the kingdom that Jesus Christ came to establish. علشان يعرفوا المملكة اللي أتى المسيح لكي يؤسسها. And it was through this power. وكان من خلال قوته. That they received after the resurrection. أنهم استقبلوا بعد القيامة. That now they were able to expand the kingdom. هم الآن بعد القيامة وأخذوا قوة ابتدوا يجعلوا امتداد لملكوت الله بالروح القدس. By living no longer for themselves. عن طريق أنهم لا يعيشوا لأنفسهم فيما بعد. But living for Jesus Christ. لكن يعيشوا للرب يسوع المسيح. By proclaiming the good news of Jesus Christ. عن طريق التبشير بالأخبار السارة بتاعت يسوع المسيح. It was then that they understood. هم دلوقتي بس ابتدوا يفهموا. It was then that they were no longer asking. ما كانوش على طول بيطلبوا بقى هات. But give him. لكن بيعطوا. Give him their comfort. بيعطوا حتى راحتهم الشخصية. Give him their time. وقتهم. Give him all their efforts. كل مجهوداتهم. To expand God's kingdom. علشان امتداد ملكوت الله. While there was still time. وإحنا لسه ما زلنا عندنا وقت. Let us also, احنا عايزين برضو احنا, consider the kingdom that Jesus came to establish. لازم نحط في اعتبارنا المملكة التي أتى المسيح ليثبتها على الأرض. Let us not be like the Pharisees. مش عايزين نبقى زي الفريسيين. Or puffed up. إنهم فقط منتفخين. Or self-righteous. هم عندهم بر ذاتي. And still can't see. ولسه إلى الآن لا يروا. It's interesting that even after the death of Jesus Christ, حاجة شيقة جدا إن حتى بعد موت الرب يسوع المسيح على الصليب, when Peter and John went through the gate called Beautiful, لما بطرس ويوحنا ذهبوا إلى باب الجميل في الهيكل, they had the power of the Holy Spirit in them. كان عندهم قوة روح القدس معهم. That man who was waiting there for so many years. هذا الإنسان اللي كان ما بيمشيش لسنين طويلة. He was not expecting healing. هو ما كانش متوقع إنه يشفى. He was expecting gold and silver. كان نفسه بس ياخد منهم ذهب وفضة. But Peter and John says, in the name of Jesus Christ, silver and gold I do not have, but in the name of Jesus, rise up and walk. كان لكن هم قالوا لهم ليس عندي ذهب ولا فضة لكن باسم الرب يسوع المسيح قم وامشي. And it was sad that this man went inside the temple. هذا الإنسان بعد كده دخل الهيكل. He ran inside the temple. جري جوه الهيكل. And yet the religious people did not discern the power of God. لكن الناس المتدينين ما قدروش يميزوا أن هذا بقوة الله حسب. Could we also not consider? هل إحنا برضو مش بنعطي لهذا اعتبار؟ That the same crowd who cried out, Hosanna, Hosanna. لا نفس الناس اللي قالت أصنع أصنع. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. مبارك الآتي باسم الرب. Peace in heaven and glory to the highest. سلام في السماء ومجد في الأعالي. Can we also now consider that this same group of people? هل برضو لازم نعرف إن نفس هؤلاء الناس؟ Or at least part of them. أو ممكن يكون شوية منهم. Were the same people. نفس الناس. That only a few days after. أيام قليلة بعد هذا الحدث. Said, crucify him.
crucify him. قال اصلبه اصلبه. My sisters and my brothers, اخواتي واخواتي, the way we walk today as followers of Jesus Christ, هذه الايام التي فيها نتبع الرب يسوع المسيح, could I be saying hosanna hosanna, احنا بنقول اوصانا اوصانا, بنهتف للرب. Could I be saying blessed is the king who comes in the name of the Lord, بنقول ايضا مبارك الاتي باسم الرب. Or it could be saying crucify him, crucify him. او ممكن ايضا نقول اصلبه اصلبه. Sometimes we get so involved in our own affairs in this life. احيانا بنهتم باحوالنا الشخصيه في هذه الحياه. A life that goes by so fast. هذه الحياه التي تمضي بسرعه. That we lose focus of his kingdom. احنا بنفقد التركيز على مملكة يسوع المسيح. We want him as savior, we want him as king. احنا عايزينه كمخلص, عايزينه كمالك علينا. But we do not want him as lord. لكن المفروض نقول له يا رب تعالى املك, تعالى تكون سيد على حياتنا. Many times we don't want to submit to his lordship. احنا احيانا مش عايزين نسلم ليه كرب لحياتنا. I think I have said this before and I'll say it again. انا قلت الكلام ده قبل كده هقوله لكم مره ثانيه. One of the great deficiencies inside our churches today. حاجه من النقائص الكثيره في كنيستنا في هذه الايام. Is that we want miracles. احنا عايزين معجزات. We want blessing. عايزين بركات. We want the best jobs. عايزين احسن وظايف. We want the big house. عايزين بيوت كبيره. We want, we want, we want. عايزين عايزين عايزين. But yet we do not want to consider his sovereignty. لكن مش بنبص الى سلطانه. We do not want to submit to his lordship. الى اله كرب. When a believer understands the kingdom, لما المؤمن يفهم المملكة السماوية, he will say, Lord, if I have a job, I will praise you. هيقول يا رب لو أنا عندي وظيفة همجدك. Lord, if I have peace, I will praise you. لما يكون عندي سلام همجدك. Lord, if my family is well, I will praise you. لما يكون كل واحد عنده صحة في فاميلي أنا همجدك. But Lord, if unemployment knocks in my door. لكن لو انا فقدت وظيفتي وجاءت البطاله خبطت على باب حياتي, I will still praise you. انا برضه همجدك. Lord, if I lose everything I have, حتى لو فقدت كل شيء عندي, I will still praise you. انا برضه همجدك. Lord, if I am put against a wall, حتى يا رب لو انا ما عنديش غير الحيطه, in front of a group of soldiers, امام الجنود امامي, and if a bullet needs to meet my head, حتى لو جاءت علشان الرصاصه تدخل في دماغي, if a sword needs to meet my neck, لو حتى جه السيف على رقبتي, I will praise you. انا برضه همجدك. Why? ليه؟ Because you are the king of kings. لانك انت ملك الملوك. Because you are the lord of lords. لانك انت رب الارباب. Because this life will pass. لأن هذه الحياة ستمضي. The things of this life will pass. هذه الأشياء التي في هذا العالم ستزول. But soon I will be with you. لكن قريبا هكون معك. This is why we are in a culture. عشان كده احنا في حضارة. When people go through trials and difficulties, لما الناس بتمر في ظروف صعبة, be it in their health or be it in their wallet, سواء لما تيجي في صحتهم أو في فلوسهم, maybe stop coming to church, بيبطلوا يجوا الكنيسة, they start to complain, يبتدوا يشتكوا, they start to murmur, ويبتدوا يمرمروا, يعني يبتدوا يقولوا كلام كله اعتراض, and even become apostates. ساعات بيسيبوا الرب اساسا. They leave the faith. بيسيبوا الايمان المسيحي. Why? ليه؟ Because they have never understood the kingdom of God. لانهم لم يفهموا ملكوت الله. Hallelujah. Hallelujah. But today, this evening, we are here. احنا في هذا المساء احنا هنا. To lift up the name of Jesus Christ. عشان نرفع اسم الرب يسوع المسيح. To be thankful for what he has done for us in the cross of Calvary. نشكره على ما قدمه لنا على صليب الجلوزة. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Because we have been redeemed, we have been forgiven. عشان احنا اتفادينا وغفر لنا خطايانا. And come trials, come tribulation, come disease. حتى لو جت التجارب والامراض والمشاكل. My king reigns. المسيح لا زال يملك. And I will worship him. وانا هعبده. And I will exalt him. وانا همجده وهرفعه. No matter what. مهما حدث. I was reminded of a few verses in the book of Habakkuk yesterday. أنا كنت بقرأ في حبقوق امبارح. Verse chapter 3 verse 17 to verse 18. حبقوق 3 عدد what verse? Chapter 3 17 to 18. 3:17-18. I think because you have lived in the Middle East, you understand this better than I do. انتوا ممكن تفهموا الكلام ده اللي عشت في الشرق الاوسط اكتر مني انا. The last time I saw, the first time I ever saw an olive tree or a fig tree was actually in Holland. اخر مرة شفت شجرة تين او شجرة زيتون كان في هولندا. Big fig tree. شجرة تين كبيرة. Beautiful old olive tree. وشجرة زيتون جميلة وشكلها حلو خالص. This is what the word says. هذا ما تقوله كلمة الله. Would you like to read the passage? Sure. فمع أنه لا يثمر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في الملاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. آمين. Yes, I will rejoice in the Lord. فإني أبتهج الرب وأفرح بإله خلاصي. I will joy in the God of my salvation. أنا أبتهج بإله خلاصي. Yes, I will rejoice. نعم أنا حفرح. No matter what, I will rejoice. مهما حدث أنا سأفرح. No matter how deep the valley, I will rejoice. حتى لو كان في الوادي العميق أنا برضو حفرح. Because of His blood, I am not part of His kingdom. بسبب دمه أنا جزء من مملكته. Because I am part of the kingdom, I raise up the flag of the gospel. أنا لأني أنا من مملكته حرفع علم المملكة السماوية. It doesn't matter the spiritual opposition. مهما كانت الحرب الروحية. I will exalt the name of my king. أنا لابد أن أمجد إلهي. It doesn't matter those who want to put fear in my heart. مش مهم دول اللي عايزين يخلوا قلبي يخاف. I will remind them I have a God who has eyes and see. أنا هفذكرهم إن ربنا ربي عنده عينين وبيشوف. Who has mouth and speaks. وعنده فم وبيتكلم. And all justice belongs to him. وكل العدل له. It doesn't matter those who harass me or who try to take my body, my life. مش مهم دول اللي عايزين يضايقوني او حتى عايزين ياخدوا حياتي. I will praise and glorify my Lord. انا هسبح وامجد الهي. I have no power, I have no means today. انا ما عنديش اي قوه ولا اي وسائل القوه النهارده. To remove the sword of an extremist from the neck of a believer, of a follower of Jesus Christ. إن أنا أشيل السيف من على رقبة واحد مسيحي. We must pray. لكن لازم نصلي. We must do what we can. لازم نعمل اللي بقدرتنا. But let me give you something to think about. لكن عايز أقول لك حاجة عشان تفكر فيها. The Lord is faithful. الرب أمين. He said, even though I walk through the valley of shadow and death. حتى لو سرت في وادي ظل الموت. He is with me. هو معايا. Many times we look at what's going on out there. احنا احيانا بنشوف ايه اللي بيحصل بره. Listen carefully. اسمعوا باهتمام. And we think poor them. بنقول مساكين الناس دي. Truly it is a horrifying thing. فعلا ده شيء مرعب. Horrifying. يعني شيء فظيع. My mind cannot conceive it. حتى مش قادر عقلي لا يستطيع تخيله. I cannot understand it. أنا مش قادر أفهم الكلام ده. But sometimes I think. لكن في وقت معين. That with the edge of the sword in their necks. وهم عليهم على رقبتهم حد السيف. They could be in a better place. ممكن يكونوا في مكان أعظم. Than many of us. أحسن مننا بكتير.
who have still not seen the kingdom of God. عن الناس اللي لسه ما شافتش ملكوت الله. We show up in Easter service. احنا بنيجي علشان خدمة الأحد في عيد القيامة. Because of religion and tradition. علشان فقط العادات والتقاليد. But yet I don't raise a flag of the gospel. لكن مش بنرفع أعلام الإنجيل. Oh my dear brothers and my dear sisters. أحبائي إخواتي وأخواتي. What are you going to put in the table today? إيه اللي أنت هتحطه على الترابيزة النهاردة؟ What are you going to put in the table today? هتحط إيه على الترابيزة النهاردة؟ He has given everything. هو أعطى كل شيء. His flesh, his blood, he took over himself our sins. جسده ودمه وخد عنا خطايانا. But when you come to these doors of the kingdom. لكن لما تأتي إلى أبواب الملكوت you have to make a commitment. لابد أن تعطي التزام. You have to make an alliance. لابد أن تعمل اتحاد معاهدة. And all of those who want to follow me لكل الذين يتبعوني must deny himself. كل من يريد أن يتبعني ينكر نفسه. Grab hold of his cross. يحمل صليبه. And follow me. ويتبعني. What are you going to put on this table tonight? النهاردة هتحط إيه على الترابيزة بتاعتك من أول النهاردة؟ He has given everything. هو أعطانا كل شيء. Pastor, verse 41, Luke 19, verse 41 to verse 44, please. لوقا 19 من 41 ل 42. Hallelujah. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا أنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفي عن عينيك قائلا فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعدائك بمن ترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة says that Jesus weeps over Jerusalem. المسيح كان بيبكي في أورشليم. They see that the people have yet not understood the message of his kingdom. كان بيبكي لأن الناس لسه ما كانتش فاهمة معنى رسالة المسيح. They had their eyes in personal interests. كانوا عينيهم على الاهتمامات الشخصية بتاعتهم. If your eyes this evening is only personal interests. لو انت عينيك هذه الليلة فقط على الحاجات الاحتياجات المادية بتاعتك you will leave nothing at this table tonight. مش هتحط حاجة على الترابيزة النهاردة. We look at the Pharisees. بص للفريسيين. They were so puffed up. هما كانوا متفخين متكبرين. They seemed so religious. هما كان شكلهم متدين جدا. But yet they leave nothing in the table. لكن ما سابوش حاجة على الترابيزة. Because of a great sin. لأنها هذه خطية كبيرة. It's called pride. اسمها الكبرياء. Pride. الكبرياء. When a believer has pride taking over his life. لما المؤمن يكون عنده كبرياء بيسيطر على حياته. He leaves nothing for the kingdom. هو مش بيدي أي حاجة لملكوت الله. Therefore leaves nothing on the table. عشان كده مش بيسيب حاجة على الترابيزة. Dear believers. أحبائي المؤمنين. The Lord is here tonight. الرب موجود في هذه الليلة. Would you consider this moment? هل في هذه اللحظة تعطى في اعتبارك؟ Allow me examining your own life. خليه يختبر حياتك. I would actually encourage you to bow your heads. أنا عايز أشجعك إنك أنت تحني رأسك الآن. Let us examine our own lives at this moment. وخلينا نمتحن حياتنا الشخصية في هذه اللحظة. Let us allow the Holy Spirit to search us. خلي الروح القدس يفتش فينا. Oh Holy Spirit. Oh يا روح الله. Would you search my heart tonight? تعال وفتش فيا يا روح الله الليلة. Would you bring to my mind the pride that I have lived? تعال رب وكشف لي عن الكبرياء اللي في حياتي. Oh, would you show me if I have been unwilling to surrender? يا رب اعلن لي اذا كنت ما عنديش استعداد ان انا اسلم لك.
Lord, I want my eyes more open to your kingdom. أنا رب عايز عيني تتفتح على ملكوتك. I want my eyes open to your will. أنا عايز عيني تتفتح على إرادتك. And I want to be empowered. أنا عايز أخذ قوة to proclaim this kingdom. علشان أبشر بهذه المملكة. To exalt the name of Jesus Christ. علشان أرفع اسم يسوع المسيح عالياً. So that I can truly say that He is the King of Kings and Lord of Lords. عشان كده أقول بكل قوة إن هو ملك الملوك ورب الأرباب. Oh Lord, يا رب, would You have mercy upon me? يا رب ارحمني. Would You not allow myself to be fooled? يا رب مش عايز إن أنا أكون مخدوع بالغباء. Would You break the hardness of my heart? تعالى يا رب قساوة قلبي. Would You guide me before Your throne of grace? خليني أقرب لعرش النعمة. Because tonight, لأن الليلة, more than ever, أكثر من كل الماضي, I want to present all my life. أنا عايز أعطي كل حياتي. All my time. كل وقتي. All my health. كل صحتي. As a living sacrifice. كذبيحة حية. I want my life in the altar. أنا عايز كل حياتي على المذبح. Oh, the altar of holiness. مذبح القداسة. The altar of consecration. مذبح التكريس. So I can receive power. حتى أستقبل قوة. To share the good news of Jesus Christ. عشان أشارك بالأخبار السر بتاعت يسوع المسيح. So that your kingdom can be expanded. حتى تمتد ملكوتك. And your perfect will can be done. وخطتك الكاملة تتحقق في حياتي. آمين.